السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عايز أعمل مسرح أو أعمل مثلا قاعة محاضرات أو كده، هنشوف هنعمل الموضوع ده إزاي. طيب خلينا نفترض مثلا إن دي قاعة الشرح بتاعتي، فأنا عشان أسهل على نفسي الشغل بتاعي أبقى محدد الريفرنس بلان بتاعتي، يعني هاجي هنا مثلا في النص وأقول له دي اللي أنا هشرح فيها بالشكل ده، تمام؟ دي كده الحدود، والجزء ده مثلا مش هيبقى فيه شرح، تمام؟ وتعمل ميرور للعلامه دي، او ممكن اقول له حركها لي مثلا 2 متر حسب التصميم بتاعي، تمام. وبعد كده هاجي اعمل ميرور من النص هنا اهو بالشكل دوت، تمام. طيب عايز ابدا احط بقى الكرسي دوت، اجي اعمل له موف مثلا من هنا دي هنا، وبعد كده هعمل له روتيت من هنا. طيب عايز ابدا بقى اخليه يتعمل له اري كراسي تتحط ورا بعض، تمام. هقول له اري واقول له دول مثلا عايزهم 7، اقول له مثلا من هنا لهنا اهو، حط لي 7 كراسي. سهل جدا ان انا اقول له 10 كراسي، تمام. طيب ممكن بقى دلوقتي اجي اعمل ميرور الموضوع ده، خليني اعمل ميرور، اعمل سيلكت كده ده الطبيعي، واقول له خلي بالك هو عامل سيلكت ايه الري جروب 10. طيب هقول له اعمل لي ميرور من الاكس، اجي اعمل ميرور بالشكل دوت، تيجي تعمل سيلكت ما تلاقيش فيه الري، بينما هنا كان فيه الري. طب ليه المشكله ديت؟ خليني لو عملت سيلكت كده اعمل سيلكت على الاري وبعد كده ادوس كنترول واعمل سيلكت على الباقي، فكده بيقول لي ان انت عندك الري 1 وميدل جروب 10. المره اللي فاتت انا نسخت الكراسي من غير الري دوت، تمام. فهقول له ميرور درو اكس، واروح ارسم الاكس بتاعي بالشكل دوت، تمام. فهيترسم بالشكل دوت. طيب لو انا عايز بقى ايه احط اللي في النص دول، ممكن نحطهم، هنلغي دول ونبدا نحطهم. طيب خلي ده يكمل كده وده يكمل كده بالشكل دوت، تمام. طيب ممكن بقى الغي دول، احنا بنحاول نقول افكار اكتر من ان احنا نخلص المشروع. طيب هعمل سيلكت مثلا على الكورس ده بس، الباقي لسه ما جاش، وهاجي اقول له انا عايز اعمل اري بس المره دي بشكل دائري، ونقطه المركز تحتي هنا، واول نقطه واخر نقطه دول مثلا خليهم 5 كراسي من هنا اتحط. طيب اللي بعد كده انا عايز العدد يبقى اكتر، تمام. ممكن في لحظه تخلي دول 6 واللي بعدهم 7، تمام. اقول له نفس الفكره اهوت، وخلي دول مثلا 7 كراسي او 6 كراسي، تمام. زي ما انت عايز، احنا شو مشروع حي، احنا لازم نحاول نشرح، تمام. اللي بعد كده 8 9 بنفس الفكره دول لحد ما تعمل التوزيع كله.